دفعت قلة الأمطار وقطع عدد من الأنهار من قبل دول الجوار المياه عن العراق وتقليل حصة البلاد مديرية الموارد المائية بالإسحاقي لاتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الأزمة المائية وتسهم في تأمين المياه خلال الخطة الشتوية والعمل على إيصال الحصص لكافة المزارعين. فاضل الأنصاري والتفاصيل. بالرغم من الشحة المائية التي تشهدها البلاد بسبب قلة الواردات المائية من دول الجوار نتيجة تذبذب الأمطار، شرعت مديرية الموارد المائية الإسحاقي بوضع خطة خاصة بموسم زراعة المحاصيل الشتوية من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان وصول المياه إلى كافة المناطق الزراعية. تقوم شعبة جدول الإسحاق الشرقي إحدى شعب مديرية الموارد المائية الإسحاقي بحملة واسعة لرفع كافة التجاوزات عن أعمدة القنوات والأنهر ضمن قاطع المسؤولية، وذلك حسب توجيهات وزارة الموارد المائية والهيئة العامة لصيانة وتشغيل حوض دجلة، حيث يتم رفع التجاوزات عن كافة الأنهر وشبكة الري ضمن القاطع بشكل عام، وإحالة كافة المتجاوزين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومن هنا نهيب بكافة الأخوة المزارعين التعاون مع دوائر الري ضمن القاطع لغرض تجاوز هذه الأزمة. تواصل الملاكات الفنية والهندسية متابعتها اليومية لمديرية الموارد المائية الإسحاقي من أجل تنظيم الحصص المائية وتطبيق نظام المراشنة خدمة للصالح العام والتحضير للموسم الشتوي القادم، رغم بعض الصعوبات وبعض الاعتداءات التي تحصل على بعض الكوادر العاملة في جميع قواطع عمل المديرية، وأن هدف المديرية هو تأمين الحصص المائية لكافة المستفيدين في كافة قواطع عملها. فيما نفذت تشكيلات مديرية الموارد المائية حملات موسعة لإزالة التجاوزات الموجودة على شبكات الري بالتعاون مع الجهات الأمنية، هذه الإجراءات أسهمت بدورها إلى إيصال المياه إلى ذنائب الجداول الإروائية. من خلال توجيهات وزارة الموارد المائية تقوم مديرية الموارد المائية الإسحاقي بحملة واسعة لرفع التجاوزات على القنوات والجداول، وتقوم شعبة الجدول الشرقي بحملة بالتنسيق مع القوات الأمنية برفع التجاوزات على قناة 38. تم هذا اليوم رفع ما يقارب 40 تجاوز من مضخة أو كسر تحجيم. لتدارك الأزمة المائية اتخذت الدوائر المعنية جملة من الإجراءات لضمان وصول المياه إلى المناطق الزراعية. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل أنصاري، قضاء دجيل.